راديو بلس بلس كون راديو. مساء الخير استاذ زيان، كنت كنحاول نتصل بك قبل قليل لانه الضيفه ديالنا سليمان نجرؤ فقط حلقه اليوم هي بشرى بالرجال. اهلا استاذه بشرى بالرجال، محاميه وشاعره ونائبه برلمانيه. ايوا وهي دابا قلت ليها علاش باقا كدير في الاتحاد الدستوري، علاش ما مشيتيش للحزب ديال الصديق ديالك زيان؟ ما عمرك عيطتي ليها؟ نعم؟ عمرك تعيطتي ليها؟ عمرك عرضتي عليها انها تجي عندك الحزب؟ ايوا ودا بغات تجي تترأس اللائحه الوطنيه فرحت علينا. لا واش عمرك عيطتي ليها ولا هضرتي معاها في هذا الموضوع؟ سولها وتقول لك وقالت لي ما بغاتش، بقات كتهرب من الجواب. لا ليس تهرب من الجواب، ودا ما بغاتش هي كتعرف علاش. هذيك يكون عندها سبب. انا دابا كنقول لك ودا بغات تجي مرحبا بها. هيا كتسمعك وهي غادي تتكلم معك. شكرا استاذ زيان، شكرا. كنشكرك استاذي. قالت لي بشرى انها غتقدم لي صديق، وقلت لها قبل قليل انني لا اجرؤ ان اعتبرك صديق، لانك محامي مقتدر ونقيب سابق احترمه واقدره، يعني وعندك واحد تميز مهني وتميز سياسي. انا اشكر لك شهادتك استاذي الجليل، وانا يشرفني ان اكون ضمنك في اي مكان حطيتني فيه، شرف لي. ولكن كما قلت لبشرى وهي الان تسمعني، قلت لها لدي ولاء للمؤسسات التي انتمي اليها، ولكن لو خيرت يعني لو لم يكن حزب الاتحاد الدستوري لكان حزبك يعني أعلم أنه سوف يسعني لما تتوفرون عليه من حرية، على الأقل لديكم حرية في التعبير وفي يعني في منح الفرص للجميع. شكرا أستاذ زيان. شكرا لك أستاذ زيان. تابعتي أستاذ زيان كتسمعني؟ إذا كان ممكن أتحيد هذا الهوبارلور في الطوموبيل. تحيد هوبارلور في الطوموبيل. وي أوكي. أستاذ زيان، شفتي البلاغ ديال حزب الاتحاد الدستوري الأخير؟ شنو بغيتي؟ البلاغ ديال حزب الاتحاد الدستوري اللي تسرق فيه بعض النقاط كتتعلق ببشرى بالرجال. شنو الرأي ديالك في هذه النقاط هذه؟ رأيي غادي نقول لك رأيي بكل صراحة. ما كنفهمش الاتحاد الدستوري كانت عنده فرصة باش ينوه ب ب ب ب أصدر نائب برلماني عنده يد مسدودة بالرجال، ولكن كنظن بأنه هذاك الاتحاد الدستوري عنده مشكلة أنه لا يعترف بالكفاءات. نعم رأيي. هي قالت لك هذا رأيك، حيت هذا باش ما تقولش انا كنقول غير انا بوحدي هذا الكلام هذا. لاله بشرى، اذا شكرا لك على هذه المداخله استاذ محمد زيان. شكرا جزيلا سيد نقيب، شكرا، بارك الله فيك. شكرا لك. اذا مستمعينا الكرام، كانت هذه مداخله هاتفيه مفاجئه لبشرى بالرجال من عند الاستاذ محمد زيان، رئيس والمنسق الوطني للحزب الليبرالي. راه ماشي غير انا اللي كنقولها، كلشي كيقول انه الحزب ما عطاكش داكشي اللي تستحقي. لا انا بالنسبه لي والله العظيم يعني لا ارى ما ترونه في البيان. انا هذاك اللي اعتبرته انه سبه، بالنسبه لي هذاك يحسب لي ان يقول الحزب في بيانه انه ما تفوهت به لا يتطابق مع ما هو معهود فيه. بالنسبه لي هذه شهاده لصالحي، لانني فعلا ليس معهود في ان اتطاول او اتفوه بكلام يعني بالنسبه لي لا يوجد في قاموسي، ولكن هذا يبين، انا اعتبره حجه لصالحي تظهر إلى أي حد ما صدر عن بان كي مون كأمين عام للأمم المتحدة شيء ما يعني يمس بأغوار المجتمع الوطني. أنا كعضو يعني كفرد من المجتمع الوطني، رغم ما أنا عليه مما يقوله حزب الاتحاد الدستوري ويشهده فيه، ولكن خرجت عن طوعي. لا يمكن هذا يظهر الى اي حد نحن كشعب مغربي، يعني كان جرح لكرامتنا وتطاول على سيادتنا. راديو بلس كون راديو.